مجد؟ كأنه شارد كتير، لوين رايح؟ تأخرت على الدرس. اليوم رح نتمرن، رح تجي ما هيك؟ ما فيني اجي. ليش؟ هيك هيك؟ مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين أنسي. إيلين تعي بدي حاكيكي شوي. تفضلي أنسي. شفته لمجد قبل شوي وحاكيته، وقال إنه ما رح يجي على تمارين الموسيقى مع إنه كان بده يجي. يعني القصة والله ما بعرف صاير معه شي. أنسي، مجد مبارح اشترى المندولين وجابه على البيت. حلو كتير. بس شو بدي قلك، مبارح صارت مشكلة عائلية ببيتنا، يعني خناق وهيك قصص، تخانقنا. ايه، ابي عصب كتير وفش خلقه لما شاف المندولين بايده لمجد، قام عصب اكتر. ايه، قام كسر على ظهره لمجد. ما عم استوعب شو اللي عصب ابوكي لهالدرجة. بابا ومجد من الاول ما بيتفاهموا. هو بابا ما له متفاهم مع حدا، بس بده حجة ليتفشش. تعرفي كيف مجد اشترى المندولين؟ بابا كان جايب لمجد ساعة حلوة، جايبها هدية غالية كتير من امريكا. قام مجد باع الساعة ليشتري المندولين، ولما بابا سمع هذا الحكي تضايق أكتر. هذا هو السبب لك؟ بصراحة كسر على ظهره لمجد. طيب إيلين، انتي روحي على صفك. يلا،